سائل يقول: أنا ذاهب اليوم إلى الجزائر بعد العشاء، هل طواف الوداع يكون بعد المغرب أو العشاء؟ أول شيء الوداع إنما هو للحج، ما يجب إلا للحج، أما العمرة فليس لها وداع واجب، لكن إذا أردت أن تطوف للوداع زيادة خير تطوف عند السفر، عندما تريد الركوب، ركوب السيارة تطوف للوداع. أما أنك تطوف للوداع وتبيت في مكة هذا لا يكفي ولا يصح الوداع، إذا بت في مكة لا يصح الوداع، إذا وادعت لازم تخرج من مكة